عشان هو محامي مش عشان هو شخص مواطن بس. فاحنا عايزين نجيب حقه كمحامي وبالقانون. طب انتوا بتطالبوا بايه؟ احنا والله بقى بنطالب بالحق والعدل وان كل انسان يغلط في البلد دي يتحاسب ويتحاكم، وما يبقاش الصفه صفه اعتذارات، وما يبقاش الصفه صفه ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لان ده ما حدش ينفع. احنا النهارده بنبني دوله جديده وبنبني بلد جديده، وزي ما الرئيس عايز احنا يعني المفروض كلنا نمشي وراه، وهو المفروض يدعمنا برضه ويضرب بيد من حديد على كل واحد، وما يبقاش هو اللي بيعتذر عن كل خطا بيحصل. يعني انه سكرتير النيابه وهو اللي سحب طبانجه تامين الشرطه، وهو اللي ضرب بالنار وهو نزل على السلم طبعا، يعني حتى بيجري من ضرب النار منه، لكن هو مصمم ان هو يسيبه يعني. وضرب ثلاث طلقات، طلقه طلعت في شنج، وطلقه صابت عسكري موجود، والطلقه الثالثه صابته دخلت في كتفه من فوق من جنب رقبته، وطلعت من تحت باطه من هنا من صدره، فصابت الرئه عنده طبعا شويه تهتكات، والحمد لله حالته الحاليه مستقره. طب وعمل التصعيد اللي انتوا هتاخدوها ولا مش هتاخدوا حاجه؟ والله احنا عملنا التصعيد، احنا نفسنا البلد يكون فيها عدل وقانون، وسايبين حقه للاساتذه المحامين زمايله، وهم قادرين انهم يجيبوا حقه ان شاء الله بالقانون.